دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتواصل الحكومة صرف رواتب شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة حتى الأربعاء 30 أغسطس، وده في إطار جهود وزارة المالية للتيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية وحفاظاً على التدفقات النقدية للدولة. النهاردة هينظم المركز القومي للبحوث ندوة عن الرضاعة الطبيعية لكونها حق من حقوق الطفل يجب احترامه وحمايته وإعماله للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية والسلوكية، بما يجعل منه فرد سليم وسوي ومنتج في مجتمعه. الندوة دي بمناسبة احتفال العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وبتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرق للوالدين العاملين. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة. هيلتقي شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي بيرني مع أستون فيلا، وفي تمام الساعة 6:30 هيلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد. النهاردة العشاء الدوري الإيطالي موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة. هيلتقي يوفنتوس مع بولونيا الساعة 7:30 بالليل، في نفس الوقت هيلتقي فيورنتينا مع ليتشي، وفي العاشرة إلا ربع هيلتقي لاتسيو مع جانوي، بنفس التوقيت هيلتقي نابولي مع ساسولو.